الشعب المغربي اليوم الاثنين الذكرى 71 لرحلة الوحدة التاريخية التي قام بها الملك الراحل محمد الخامس لمنطقة الشمال. الزيارة التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. أنا ذاك الآن كان يكون في عمري 11 ولا 12 سنة، ومع ذلك لا زالت الحالة عالقة بالذهن. كان جا طنجة وجا حنا كنعرفو محمد الخامس، علنوا على المجيء ديالو، مجيء جا وقف في القصر الكبير، ثم وقف في مدينة أصيلة، ثم وقف جا المدينة طنجة. طنجة يعني كان هو المحور الرئيسي للجهري بطلب الاستقلال، بأن محمد الخامس أسمع العالم كله بأنه يطالب باستقلال المغرب. مزيان هو بالفعل أنه هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب. وقبل ما نتحدث على زيارة محمد الخامس رحمه الله إلى المغرب، هذه فقرة رجعوا للوراء شوية لسنة 1944. تقدمت فيه وثيقة الاستقلال، وكان محمد الخامس رضي الله عنه ورحمه أنه كان من الناس اللي هما دفعوا بتقديم هذه الوثيقة من طرف الأحزاب الوطنية آنذاك، وبالضبط حزب الاستقلال. يعني من ذلك التاريخ الفرنسيين ودعوا محمد الخامس رحمه الله تحت المجهر، وحاولوا أنه يقفون ضد أي اتصال معه ومع الشعب المغربي، لكن رحمه الله نظرا لوطنيته الكبرى تحدى هذه الوضعية اللي بغاو يوضعوا فيها الفرنسيين، وبدأ يتصل بالشعب المغربي سواء عن طريق عن طريق الوطنيين اللي كانوا كيزورونه بالليل في قصره، او عن طريق اتصالات اخرى، اما الجرائد واما هذا، دائما هو هذا. الزيارة كسرت العراقيل التي دبرتها السلطات الاستعمارية ليتأكد التلاحم القوي الذي جمع الشعب المغربي بالعائلة الملكية. خطاب ديال الملك محمد الخامس رحمه الله كان عنده دلالة كبيرة. أولا الانفتاح على المغرب، يعني هذا غادي نعملوا حد أن طنجة الدولية، وغادي نلتحقوا بالتراب الوطني. ثانيا غادي نخرجوا من المدينة الصغيرة اللي محدودة مدورة بالسوار باش نفتحوا على مدينة أكثر كبرا وأكثر مساحة وأكثر هذا. ثالثا السوق، الاختيار ديال السوق دبرلا بحال اللي قلت لك قبيلتي، راه هو نقدروا نقولوا كندوزو من لوثنتيسيتي، يعني من لا مودرنيتي. دونك سي توت ان سامبول، سيتادير لي فرونتيير، هذيك الحدود المزيفه، المنطقة طنجة بوحدها، المنطقة الإسبانية، المنطقة الفرنسية، هذا الشيء كامل السوق دبرلا كيتكلم عليه هو كموقع جيوغرافي. هذا علاش الخطاب ديال محمد الخامس رحمه الله فحال اللي قلت لك كان يمكن لهم يطلعوا المرشان. المرشان كانت ما يسمى القصر المرشان، كان مسمي لاسومبلي جينيرال، يعني في كانوا كيجتمعوا القوى المسيطرة على طنجة اللي كانت تقاسم طنجة. ولكن لا، هذاك السامبول تقريبا استعماري، ما غادي نعملش الخطاب ديالي التاريخي في واحد الموضع اللي بنواه القوى الأجنبية، ولكن غادي نعملو عند ساحة شعبية من الشعب، يعني أمام الشعب. اختيار مدينة طنجة لإلقاء خطاب 9 أبريل له دلالات كثيرة، والتي خصها جلالته بالقول أن نزور مدينة طنجة التي نعدها من المغرب بمنزلة التاج، فهي باب تجارته ومحور سياسته. محمد الخامس جاء أولا عمل جد الأشياء
جوج مسائل من السياسية ودينية. السياسية في التتجلى في الخطاب الذي ألقاه في الحدائق المندوبية اللي كان خطابا مجلياً علي عنده صدى كبير جدا، وخطاب ديني في جامع الكبير صلى الجمعة بالمؤمنين. فالفرنسيين زيادة على ذاك الإزعاج السياسي الإزعاج الديني، لأن دائما هما كيحاولوا يغيروا الاتجاه المغرب لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الدينية. ومع ذلك محمد الخامس قام بعمل جليل جدا في استقرار المغرب. وممكن بعض الناس ربما هناك من يعني الناس لهم آراء أخرى، ولكن التاريخ ديال المغرب وخاصة استقرار المغرب مبني أساسا على هذه الزيارة. أنا ديما كنت كنقول علاش اختاروا هذا الموضع باش يعملوا فيه واحد الخطاب ذو قيمة كبيرة، لا تاريخيا ولا معنويا ولا دينيا ولا. إذن منين بديت كنفتش كنجبر ماشي أجي وقول أنا ساحة السوق دبرلا، هو اسمه بالدارجة السوق دبرلا يعني، ما ولكن في الحقيقة سي توت ان سامبول، سامبول كبير باش تختار هذاك الموقع يكون فيه الخطاب ديال محمد الخامس رحمه الله، وماشي اي خطاب، الخطاب اللي كيطلب رسميا من الاستعمار وكيقول لهم رحم الله من زار وخفف يلا جمعوا قلعكم.